راحين نروحوا نخدموا. والمهنه تاعنا تاع اليوم اللي هي صنع الاجبان، الحاجه اللي نموت عليها اللي هي الفرماج، بصح ماشي بهاد لا توني. ها هي لا توني، عندك البوط بيان سير ما تخش حاجه اخرى ابار البوط لداخل، عندك الطابليه تاع بلاستيك طويله حتى لتحت دوك نفهموا علاش، اين بلوز راهي من تحت باينه علاش، عندك لا شارلوت ثاني راه فوق راسك اون سي جامي على الشعر، بصح ما كاش ليغون باسكو يا با ميو باللي يدين اللي يدين يتغسلوا اشاك فوا تروح تغسل يديك اشاك فوا تروح تغسل يديك هكا قعدوا دائما بروبر، اما ليغون ترفد بزاف البكتيريا. هيا نبدو على بركه الله. قلنا البوط بريسيزينا البوط علاش؟ خاطش الارضيه تاع لاتولي بيضاء الى خلاها دائما تكون نقيه نقيه نقيه. نقى مليح طوطافي نورمال، مي يحتاج نقى زياده على خاطرش الحليب حاجه سونسيبل. وكي نقولوا نقى 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 بزاف ماشي يعني كيما نقولوا نزيروا الحاله حتى وين بايزون كيما لا جافيل، ما كان له تقتل كاع الحساسيه تاع الحليب، تسمى بعدها على جهه. نقى بروغرام. في المرحلة الأولى ما نقدروا نبدو والو حتى يجينا الحليب، راه وصل الحمد لله على سلامته. بارك الله فيك. غادي نتاستوه فيزيوال غير هكا بعينينا ونشوفوا. عجبك؟ عجبتني أنت. الله يسلمك. غادي لداخل نديروا التاست. هاي. نبدو نخدمو على بركة الله.